الإسرائيلي والقوات قتلوا اللبنانيين صح، بس حزب الله وجماعته قتلوا رئيس حكومة لبنان رفيق الحريري صاحب السيد حسن نصر الله، ما هيك؟ وسموا المجرمين قديسين، وقتلوا أهل بيروت والجبل سنة 2008 وسموه نهار مجيد، واليوم هن ضد كشف المسؤول عن انفجار 4 آب. حزب الله بلش بقتل جماعة اليسار وحركة أمل بالجنوب، وكمل على آلاف السوريين والعراقيين واليمنيين، وعمل تطهير عرقي بلدات بأمها وأبوها. هيك جماعة الممانعة مثل الصهيوني عم بيقتلوا فينا، وهيك اثنيناتهم عم بيتقاسموا النفوذ والسيطرة على العالم العربي والشرق الأوسط. إيران رحبت بالغزو الأمريكي للعراق واخدت سلاح من الإسرائيلي بحرب الخليج. حافظ أسد اللي كان رأس حربة الصمود والتصدي طلع هو ابنه أول حليف لإسرائيل. بيقول لك الحزب أنه ضد التكفيريين، بس نهر البارد خط أحمر عنده، والدواعش وعائلاتهم بعرسال أمانة برقبته. الحق مش على حزب الله، الحق على اللبناني اللي بعده يشد على مشده وبيغطيه، والحق مش على الإيراني اللي عم يفتك بالعرب، الحق على العرب اللي ما قبلوا يطولوا بالهم على ديون صدام بعد ما هزم إيران الخميني سنة 1990، وتفرجوا عليه عم تنقص رقبته بال 2006. والحق على الغرب حامي حقوق الإنسان اللي ساكت على تفتيت العالم العربي والمنطقة لصالح إسرائيل وبقائها.